الطهارة تنقسم إلى قسمين، طهارة باطن من الشرك وطهارة ظاهر، وتنقسم إلى قسمين، طهارة من الحدث أو طهارة حدث، والحدث ينقسم إلى أكبر وتكون الطهارة فيه بالاغتسال، وإلى حدث أصغر وتكون الطهارة فيه بالوضوء. القسم الثاني من طهارة الظاهر الطهارة من الخبث من النجاسات، فلا بد أن نطهر أشياء ثلاثة: البدن، والبقعة أي المكان الذي نصلي فيه، والثوب، وثيابك فطهر.